باذنجان مقلي بدون قلي وصفة سهلة شفتها من قبل وعجبتني، قلت علاش ما نجربهاش ونمد لكم رأيي. مرحبا بمشاهدي الأعزاء وبكل من التحق بالقناة لأول مرة. نبدأ مباشرة بالوصفة. قبل ما تقشروا الباذنجان لازم تشلوها، وبعد ما تقشروها ما كلا تزيدوا تشلوها باش ما تشرب لكمش الماء. تقدروا تنحيوا كامل القشرة ولا جهة تنحيوها جهة، لا تخليوها. انا واحده نقيها بالطريقه اللي قلت لكم عليها دوك، والاخرى نحي لها كامل القشره غير باش تشوفوا الفرق. هذا ما كان بعد ما قشرت، راكم تشوفوا كيفاش قشرتها، والاخرى نحيت لها كامل القشور. نقطعها دوائر، وحده قطعتها بالطول، والاختيار لكم طبعا. ما قطعتهاش رقيقه بزاف، راكم تشوفوا حوالي نصف سنتيمتر وشويه زياده. بالك نحط القليل من الملح هكذا، ما تكتروش الملح، الباذنجان ما تحبش الملح. القليل من فلفل الكحل شويه شويه، وباش تمشي هذيك التوابل يعني تجيني بسهوله كي نخلطها، ندير حوالي نصف ملعقه نتاع الزيت في كل جهه ونخلط. من احسن تشعلوا الفرن مقبل، يعني كي تبداو تقشروا الباذنجان شعلوا الفرن. ندهن الصينية الآن بالزيت، نصف ملعقة هكذا غير شوية باش ما تلصقش، ولا تحطوا ورق الطهي. أنا اللي شفتها حطوا ورق الطهي، وأنا الصينية هذه موافقة نطيب فيها على هذيك اللي راني حنستعملها هكذا مباشرة. نستف كامل هذيك الباذنجان هكذا، وندهن الباذنجان من الفوق بالزيت، شوية زيت حوالي نصف ملعقة ماشي اكثر من ملعقه، ونحط الصينيه في الفرن، ولكن ما نحطهاش من الفوق ولا في الوسط، نحبطها نحطها لتحت، يعني النار ما تكونش بعيده عليها بزاف. كي نشوفوها حمارت من التحت نقلبوها كما هكذايا. كاين دي شويه نحرقو كما راكم تشوفوا، لاني قطعتهم شويه رقاق، ولي قطعتهم شويه خشن جاو ملاح، لانه السمك ما قعدش هكذاك، نزلوا شويه. كي تشوفوهم حمارو من التحت تجبدوا السنيوه. والباذنجان هي جاهزه، جات بنينه وخفيفه ماشي كيما تاع القليان، يعني ما شربتش الزيت. الفكره عجبتني، حاولوا تجربوها. بالنسبه للتوابل تقدروا تزيدوا شويه توابل خاصه بكم، الكمون، ولا كاين اللي يحب الكركم. والى الملتقى ان شاء الله.